شباب دلوقتي انا محظوظ 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 وانا محظوظ كل ده حظ. ايوه انا خارج من الحته كلها متقفله من الجنون، شكلها قفل الحته كلها من الجنون عشان ما فيش اي حد يقرب من هنا. كده المكان كله متأمل. ايوه خلي المكان كله متأمل كده. كده هنا احط فين؟ لا احط هنا اخلي الحته كلها هنا. قرب شوية كلها تقرب. لا انا كلها مسطره. ايوه كده ايوه كده عشان يكون الحته كلها متأمله. ايه رايكم؟ فين انا قمت عامل من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا كده المكان كله متأمل كده كويس. ما فيش اي حد هيجي هنا عشان انا حطيت الكنوز في كل حته. بس غير السلام عاوز العب الكوس الجامد. ايه ده؟ بس كده خلاص يعني بقى كده ما كنا مسترين. بس والله جنودي جامدين 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 الجنود. مش اي حد يقدر يوقفني من هنا عشان انا اقوى. بس والله مفيش اي حاجة يقدر يكسب عليا. والله بكسب كل مرة. تقريبا لعبت الدور ده هنا هتلعب تاني. بس والله ايه شايف كل ده شكلي يا نهاري ده مقصر في كله. انا بتردين عندك الجيم كل جيم ده هلسة العملاق. لا مفترقين 31 يا مفترقين خروف. والله كان بكسب بكسب. والله كان جدام بيجيب كل حتة التاني. التلج جريه بتاع التلج. والله ده بيروح كل حتة بقد حتة كل حاجة. والله حتى هجيبه من بعيد يجيب هنا. والله بيجيب بضربة واحدة الجدود كلهم. يا كده الوضع للأسف. يبي مو
مو سلام سلمان بني آدم. يلا آدم. ايه يا عم ده؟ هرجع ورا مقص يا خراسي. هرجع ورا التاني الورق وانا مقص يبقى اني كسبت. والله بني بختار الماب كله. انا والله غدر وهو واحد يا هلا شكلايك. المشكلة ازاي هي عندي ازاي الواد بالشاكوش ده؟ مية وعمل على كسبت في ثواني.